اليوم رح نحكي خمس مميزات في أودي كيو 5 سبورت باك. أكثر إشي بيجذبك بتصميم أودي كيو 5 سبورت باك هو تصميم الجانبي اللي بيجمع بين الكوبي والأس يو في. الميلان الخلفي لسقف السيارة بيعطيها مظهر جذاب، مع جنطات أودي سبورت بقياس 21 إنش بيعطوها مظهر أكثر رياضية. حزمة اللون الأسود اللي بنشوفها ومنلاحظها على الطبون الأمامي للسيارة، الجريل، إشارة أودي، المرايا الجانبية، سبويلر الجانبي، وأخيراً الكتابات المميزة على خلفية السيارة. إضاءة OLED بتاخدك لمستوى آخر من التكنولوجيا، فهلأ صار بإمكانك تغير شكل الإضاءة حسب نمط القيادة اللي أنت بتختاره، وأكيد ما بننسى عرض الإضاءة اللي بتعمله السيارة لما تفتحها أو تسكرها. لما بنحكي أودي يعني كواترو، كواترو واحدة من أشهر وأفضل أنظمة الدفع الرباعي حول العالم، بيحول الدفع حسب الحاجة أوتوماتيكياً دون أي تدخل من السائق للتغلب على كافة التضاريس والطرقات. المقصورة الداخلية لسيارة أودي كيو 5 سبورت باك هي مزيج بين الفخامة والرفاهية والتكنولوجيا، فهي مليئة بالجلد على التابلو، ستيرينج الكراسي مع شاشة العدادات الرقمية، شاشة المنتصف الكبيرة، والإنارة الداخلية على التابلو، الأبواب الأمامية والأبواب الخلفية كمان. هاي السيارة فيها العديد من أنظمة المساعدة والتكنولوجيا، بس أكثر إشي بحبه بجنبني الإحراج لما أصف السيارة هي كاميرا 360 درجة، واللي بتفرجيني كل إشي لما أصف السيارة، وبتفرجيني من الأمام، من الخلف، من اليمين ومن الشمال، وكاميرا بتجمع كل الكاميرات وبتصورك من فوق.